طيب تمام يا شباب، ده الجزء الثالث من محاضرتنا النهارده اللي هو الخاص بالتعب والاستشفاء، وهنبتدي ندخل تاني نتكلم في خصائص وعمليات الاستشفاء المختلفه. اول احنا اتفقنا ايه ليه خصائص عمليات الاستشفاء، احنا بنقول تاني وبنعيد علشان انا عايز اعرف ايه اللي انا مفروض بعمله وبالتالي اوجه له عمليه الاستشفاء المناسبه ليه. فاحنا اول خاصيه من خصائص عمليه الاستشفاء نوع النشاط نفسه، هو انا بعمل ايه زي ما اتفقنا. هل انا مسابقات مسافات قصيره مثلا بعمل 100 متر عدو في اقل من 10 ثواني، ولا بعمل 200 متر عدو ولا 400 متر، يعني مسافات قصيره مده نشاطي قليله، بعمل وثب طويل في ده حاجه بسيطه بياخدش ثواني معدوده، ولا بادي مده طويله سباحه مسافات طويله تنس العاب جماعيه بشتغل ساعه وساعتين وثلاثه وهكذا. فنوع النشاط نفسه هو مهم جدا في نوع العملية الاستشفاء اللي انا هوجهها للاعب او الشخص اللي انا محتاج اعمل له استشفاء. الحاجه الثانيه او الخاصيه الثانيه نوع الانقباض العضلي، هو انا بستخدم ايه، هل انا بستخدم انقباضات عضليه عاليه جدا، هل انا بستخدم انقباضات عضليه متوسطه، هل او منخفضه لمده طويله، يعني بستخدم نظم انتاج طاقه ومصادر انتاج طاقه هوائيه ودهون وجلايكوجين وما الى ذلك، كل الكلام ده. فنوع الانقباض العضلي هو مهم جدا لتوجيه عمليه الاستشفاء المناسبه. حجم وكتله العضلات المستخدمه، بمعنى هل انا بستخدم الطرف السفلي فقط، هل انا بستخدم الطرف العلوي فقط، مش بس كده، ده انا هل انا بستخدم ذراع واحد، ما انا ممكن استخدم في الرمي مثلا رمي الرمح او دفع الجله او ايا كان بستخدم ذراع واحد، طب ما هو ده اللي بيكون تعب. طب انا اوجه كل عمليه استشفاء لبقيه الجسم كله، انا ممكن اعمل استشفاء للجسم كله بس اخصص جزء كبير للعضو اللي تعب من الجسم، اللي ذراع الايمن مثلا الايسر على سبيل المثال، ولا انا استخدمت الجسم كله في التدريب النهارده وبالتالي اوجه عمليات استشفاء للجسم كله. فدي حاجه برضه مهمه. نوعيه وشده التدريب، انت كمدرب او شخص واضع البرنامج التدريبي فبيقول النهارده والله انا التدريب عندي او الوحده التدريبيه شده عاليه شده قصوى، لا ده الوحده التدريبيه شده النهارده منخفضه او شده متوسطه. فنوع نوعيه التدريب اللي انا مقديه النهارده ومخططه في البرنامج التدريبي وحسب الشده اللي انا هديها للاعبين النهارده، هو ده هتساعدني في ان انا اوجه او احدد عمليه الاستشفاء المناسبه حسب شده التدريب. درجه اعداد الرياضي نفسه، هل الرياضي ده فورم عاليه، هل واصل لمراحل عاليه من مراحل التكيف، ولا لسه مبتدئ وبالتالي بيتعب كتير، هل اللاعب ده بالنسبه للعمر هل اللاعب ده في سن الشباب وبالتالي عنده قدره عاليه على الاستشفاء بشكل سريع، هل اكبر سنا بالتالي محتاج استشفاء اكثر عمقا واكثر مده في الطول. الجنس، وزي ما اتفقنا احنا زي ما بقول لكم يا شباب احنا مش متحيزين، ولكن الرجال عندهم قدره اعلى على سرعه عمليات الاستشفاء اكثر من الاناث. طيب اهداف جرعه التدريب، انا مخطط ايه، انا عاوز ايه في جرعه التدريب، عاوز مثلا افضل ضاغط على موضوع زياده اللاكتيك، يعني اعمل لك لاكتيك برودكشن عشان يبقى عندك لاكتيك تولرانس مثلا اعودك على تحمل اللاكتيك، ولا هل انا مستهدف ان انا اعمل لك انقاص مثلا في الوزن فانا عمال اخلص من مخزون الجلايكوجين عشان ابتدي اعتمد بشكل كبير قوي على الدهون على سبيل المثال. فهدف الجرعه التدريبيه ايه، لما اعرف انا هستهدفت ايه واشتغلت عليه هعرف ان انا ازاي اوجه عمليه الاستشفاء بشكل سليم. تمام، الجدول ده مهم قوي لانه بيقول لي ايه اللي انا بقديه وايه الفترات الزمنيه اللي انا محتاجها علشان ارجع لوضع الطبيعي تاني. يعني على سبيل المثال استعاده مخزون عضله الفوسفاتي، كويس، يعني مخزون عضله الفوسفاتي يعني انا استخدمت ايه، ها نقول استخدمت نظام انتاج الطاقه اللاهوائي الفوسفاتي اللي هو مدته ده حوالي يمكن اقل من 20 ثانيه ولا 30 ثانيه. طيب يبقى انا عشان ارجع الوضع الطبيعي محتاج مده استشفاء من دقيقتين لثلاث دقائق. لاعب عمل 100 متر عدو ممكن ان هو يتمشى بسيط كده ياخد المسافه كده على مهله في دقيقتين ولا حاجه يرجع تاني يقدر يؤدي ال 100 متر من اول وجديد. تعويض الدين الاكسجيني او الاكسجين ديبت اللي هو الاكتيك او بدون لاكتيك، لو ما فيهوش لاكتيك يعني ده محتاج من 3 ل 5 دقائق عشان استعيد مخزون الميجلوبين اللي جوه العضله. احنا عندنا حاجه اسمها هيموجلوبين موجود في الدم وعندنا حاجه تشبهها كده اسمها ميجلوبين جوه العضله، ده محتاج من دقيقه لدقيقتين
عشان استعيد بقى مخزون الجليكوجين لما انا اشتغلت بنظام انتاج الطاقه الهوائي واستنفدت مخزون الجليكوجين خلص عندي عشان ارجعه محتاج اقل شيء 10 ساعات. ده في وجود عمليات استشفاء، خلي بالك. طب ما عملتش استشفاء وفي حاله التدريب المستمر مثلا، ده محتاج ممكن توصل معايا ليومين عشان ارجع من مخزون الجليكوجين. طيب لو انا في حاله تدريب متقطع استعاد الجليكوجين عضلات ايضا، ولكن في حاله تدريب متقطع مش مستمر ممكن اخد حوالي من 5 ساعات ليوم كامل عشان ارجع من مخزون الجليكوجين. ليه؟ لان اثناء التقطع ده الجسم بيستعيد جزء من الاكسجين، يعني اثناء التوقفات في التدريب نفسه الجسم بيحاول انه يستعيد ويعوض تاني من مخزون الجليكوجين، وخاصه لما اكون بتناول مشروبات رياضيه اثناء الاداء نفسه. علشان ازيد الحمض اللاكتيك من الدم هنا في حاله الراحه الايجابيه اخد من 30 لساعه، يعني من 30 دقيقه نص دقيقه نص ساعه الى ساعه كامله، ويبتدي اللاكتيك يبتدي يزول من الدم. طب انا في حاله الراحه السلبيه لا، المده طول، يعني انا انتهيت من الاداء وتوقفت تماما، نمت على الخط كده خلاص، هنا هاخد مده اطول في عمليه، هاخد حوالي ساعتين عشان اتخلص من اللاكتيك. عشان كده بنشوف لعيب المستويات العليا يا شباب لما بيخلص المنافسة مش بقى يقعد يحيي الجمهور ويقعد يكلم الصحافة والإعلام ولا ولا مثلا يدخل على طول غرفة الملابس عشان يبتدي يتحرك من المكان الملعب، لا، ده بيبتدوا يجمعوا بعض ويعملوا ما يطلق عليه بتمرينات الكول داون أو تمرينات التهدئة. التمرينات دي إنها إن أنا بعمل راحة إيجابية عشان أتخلص أكتر من وبشكل سريع من حمض اللاكتيك على سبيل المثال. تعويض الدين الأكسجيني بقى الحمض اللاكتيك اللي فوق ده اللي كان شوفه تعويض الدكسوجين دول لاكتيك كان بياخد وقت قد ايه؟ 3 دقائق 5 دقائق؟ لا، شوف تعويض الدكسوجين لاكتيك بياخد قد ايه؟ من نص ساعة لساعة، اللي هو بقى أكسجين ديبت في دين أكسجيني بس مع وجود اللاكتيك. طيب أنواع وسائل الاستشفاء احنا مش هنتكلم عنها كتير، مش هنطول فيها، لأنه اعتقد ان الدكتور عبد العزيز كان كلمكم عن جزء من وسائل الاستشفاء، ولكن خلينا نقول احنا ايه الوسائل اللي عندنا بصفة عامة. عندنا اول نوع وسائل تدريبية، تدريب، يعني انا ممكن استخدم التدريب نفسه كاستشفاء، نعم، ان انا خطط في الوحدة التدريبية عندي يوم يكون مثلا حمل عالي واليوم اللي بعده يبقى حمل منخفض، اللي احنا ممكن نطلق عليه جزء من الراحة الايه الايجابية، اقلل الحمل تماما واعمل تدريب، يبقى انا كده بساعد في الاكتف ريست او الراحة الايجابية وبخلي اللاعب يقدر يوصل وضعه الطبيعي بشكل سريع. او ان انا اعمل تقنين بقى ما بين اللي هو ما يطلق عليه بالكثافة يا شباب، كثافة، ان انا اعمل تقنين واعمل توزيع سليم ما بين فترات العمل وفترات الايه الراحة خلال الوحدة التدريبية نفسها. ادي اول نوع. النوع الثاني عندي اللي هو الوسائل الطبية والبيولوجية. ايه الوسائل الطبية والبيولوجية بقى؟ ده حاجات كتير بقى، انا عندي ساونا، عندي جاكوزي، عندي تدليك بأنواعه المختلفة، يعني عندي وسائل كتير ان انا ممكن استخدم، عندي تغذية استخدم، ده احد وسائل الاستشفاء ان انا اعوض اللاعب المفقود منه سواء من مواد انتاج الطاقة او مصادر الطاقة المختلفة او من الاملاح المعدنية اللي فقدت عن طريق العرق مثلا او ما الى ذلك. كمان عندي وسائل نفسية، وسائل النفسيه دي ده احد ما يطلق عليه بالاستشفاء النفسي، ان انا بحاول ان انا ازاي اعمل برنامج نفسي مع اللاعب في ان انا ارجعه لوضعه الطبيعي تاني، واحاول ازيل عنه التعب اللي قد يكون متعلق في ذهنه في الاساس مش في بدنه، وان انا اشحن قدراته البدنيه والفسيولوجيه بقدر الامكان بشكل ولكن بشكل نفسي. واخر حاله عندنا هي التاهيل الرياضي، وده بس بيحدث دايما بعد حدوث الإصابات، لما اطمن إلى اللاعب استشفى تمام الإصابة، هنا يدخل دور أخصائي التأهيل الحركي أو التأهيل البدني، ويبتدي اللاعب هنا أخصائي التأهيل يشتغل معاه عشان يرجعه بعد الإصابة وبعد فترة التوقف اللي قد تكون فترة طويلة إلى وضعه الطبيعي مرة أخرى. إحنا كده يا شباب خلصنا الجزء الخاص عندنا النهاردة، هنحاول نفتح الباب للأسئلة، وياريت العملية تكون منظمة، يعني نرفع ايدينا وانا هفتح الصوت على الشخص اللي رافع ايديه عشان
يسأل. تمام، أول سؤال معانا من أحمد جمال، اتفضل يا أحمد، اتفضل يا أحمد، اشتغل الصوت. طب أنا هفتح لكم الصوت، يا ريت الكل يقفل الصوت يا شباب، أو يبقى يمنع الكلام ويستنى اسمح له بس إنه يسأل بسؤال. أحمد جمال، اتفضل يا أحمد. دكتور معلش، مرحلة الدين أكسجين علي صوتك عشان الكل يسمع. مرحلة يا شباب، يا ريت الكل يقفل صوت المايك عشان بس نسمع واحد فقط. اتفضل يا نعم. الدين اكسجين يا دكتور، بس محتاج أيوه. بس افهم الحتة بتاعت الدين اكسجين دي. ايوه. طيب خلص سؤالك؟ تمام يا دكتور. تمام. بالنسبة للدين الاكسجين يا شباب، كلمة دين يعني ايه؟ يعني انت استلفت من واحد زميلك، وطبعا زميلك ده كل شويه عمال يلح عليك عشان تسدد الدين اللي عليك. فانا عندي مصطلحين مهمين، مصطلح اسمه الاكسجين ديفكت او العجز الاكسجيني، مصطلح اسمه الدين الاكسجيني او الاكسجين ديفكت. ايه العجز الاكسجيني؟ لما انت بتكون بتأدي في نشاط، نخلي بالنا حتى لو كان النشاط ده هوائي يا شباب، مش في كل الوقت انا بشتغل هوائي، في بعض الاحيان شده النشاط ممكن تكون بتزيد عليا، وبالتالي انا ممكن اشتغل هنا جزء منه ده هوائي، يبقى انا بشتغل في عجز اكسجيني معين، مقدار معامل الاكسجين انا ما قدرتش احصل عليهم. ايه هو العجز الاكسجيني؟ كميه الاكسجين اللي انت كنت محتاجها اثناء النشاط ولم تتمكن من الحصول عليها. طب انا هحصل عليها امتى اثناء النشاط؟ صعب طبعا، اعملها ازاي الكلام ده؟ شيء طبيعي هحصل عليها امتى؟ بعد التوقف من النشاط، وبالتالي بعد التوقف مش هيبقى في عجز بقى، يبقى اسمه ايه؟ بتسدد الدين اللي عليك. انت اتدينت بكميه معينه من الاكسجين اثناء النشاط، لما بتتوقف بتبقى في حاله من حالات الدين الاكسجيني. ايه بقى الدين الاكسجيني؟ كميه الاكسجين اللي انت بتستهلكها اثناء فتره الراحه واللي بتزيد عن استهلاكك الطبيعي. يبقى انا لو بستهلك كميه اكسجين معينه طبيعيه في وقت الراحه، نص لتر اكسجين مثلا في الدقيقه، لقيت نفسي لا ده انا بستهلك 3 ارباع لتر اكسجين، يبقى انا معناها كده عندي دين اكسجين قد ايه يا شباب؟ ربع لتر. معايا؟ اي كميه هتزيد عن استهلاك الطبيعي وانا مستريح، لازلت بتنفس عالي، لازال عدد مرات التنفس عاليه، لازال في عالي جزء عالي في استهلاك الاكسجين، اعرف ان انا هنا مديون بجزء من الاكسجين. اول ما يخلص الاستهلاك الاكسجين عالي ده، اعرف ان الجسم ابتدى يرجع لايه؟ وضعه الطبيعي. طيب ناخد سؤال بعد كده. احمد اشرف محمود، اتفضل يا احمد. احمد معايا؟ احمد اشرف محمود دكتور. ايوه يا احمد. سمعنا كده يا دكتور؟ سامعك اتكلم. كده تمام؟ اتفضل يا احمد اتكلم. الصوت يا دكتور ساعات بيقطع وفي حاجات ما فاتتني، طيب انا اعمل ايه؟ طيب انا زي ما قلت لكم، احنا عدنا الحاجات اللي هي اتقطعت، وفي الوقت نفسه بعد ما المحاضره تخلص هاخد بس وقت شويه كده هظبط الفيديو واحاول ارفعه لكم على اليوتيوب، ابعت لكم اللينك ليه عشان تقدروا تشوفوه، وهبعت لكم المحاضره كمان نفسها، المحاضره نفسها اللي احنا قلناها دي هبعتها لكم في شكل PDF على جروب الواتس بتاعكم. في سؤال تاني يا احمد؟ نعم. كده نبقى على اليوتيوب ولا نبقى هنا؟ هيبقى في الاثنين، هتلاقي على الجروب عندك فيه الملف نفسه PDF، وهتلاقي المحاضره كلها فيديو على اليوتيوب. طب والغياب والحضور بقى والكلام ده؟ الغياب والحضور الدكتور محمود هو بيتولى الموضوع مع عبد الرحمن زميلكم الرئيس المجموعه. السؤال اللي بعده اسلام محمد محمد. استم رمضان. ايوه اتفضل يا اسلام. اتفضل يا اسلام. اسلام انميوت. ها لحظه يا شباب. اتفضل يا اسلام. اللي بعده طيب احمد صبحي عبد الباقي. افتح المايك يا احمد وكلمني. احمد مين اللي هيسال؟ احمد عمر عبد الحميد. احمد عمر اتفضل. بعد اذن حضرتك يا دكتور، هو وقت الاستشفاء بيقعد قد ايه؟ في ناس بتقول بتقعد 48 ساعه و73 ساعه الكلام ده. تمام، احنا عايز اعرف الوقت ده بيبقى بناء على ايه؟ تمام يا احمد، احنا اتفقنا الاستشفاء ده متوقف على انت ايه اللي اديته.
شيء طبيعي. لما كنا انا هدي ساعتين نشاط مثلا، طب ما انا هستهلك حاجات كتير واستنفد حاجات من مخزون انتاج الطاقه بشكل كبير، يبقى انا محتاج مده اطول شويه في استعاده مخزون الطاقه، وبالتالي واخد وقت اطول في استعاده الشفاء. طب انا نزلت دلوقتي اديت دقيقه، هل نعتقد ان اللي ادى دقيقه ده هياخد وقت في الاستشفاء زي اللي ادى ساعه وساعتين؟ لا طبعا، اللي ادى دقيقه مده الاستشفاء عنده اقل، وده كمان متوقف ما انا ممكن ساعتين بس بتحرك بشكل منخفض تماما مش بشده عاليه، يبقى انا ما استهلكتش طاقه كتير، وممكن تكون ربع ساعه بس ربع ساعه دي كلها شده عاليه، يبقى انا استهلكت كميه كبيره وطلع لي مخلفات وانتاج الطاقه. طب هل انا اشتغلت على لاكتيك ولا ما اشتغلتش على لاكتيك؟ تحديث فترة الاستشفاء ممكن انها تاخد وقت اطول، ولكن لو انا تدخلت بعمليات استشفاء مختلفة انا ممكن اقصر المدة دي. زي ما اتفقنا الجدول اللي احنا شفناه من شوية ده بيوجي لك بعض العمليات المختلفة ومدة الاستشفاء الخاص بها دي المدة الطبيعية في المتوسط يعني. تمام؟ تماما تماما. اسلام محمد محمد، خلاص اسلام افتح المايك لو عايز تسأل يا اسلام. دكتور اسلام يا دكتور افتح المايك، مش عارف افتح المايك. تمام انا بعد طيب الجروب مش عارف افتح المايك. بالنسبه لمين؟ احمد حسن، اتفضل يا احمد حسن محمد، اتفضل يا احمد. طيب علي محمد جاد، جاد جاد معاك يا دكتور محمد، اتفضل يا محمد. تمام يا دكتور، اتفضل يا علي سامع. طب بقول لك يا دكتور، هو بص هو لو يعني التمارين اكتر حد عايز يخس، ايوه افضل نظام الدهون. ها من افضل ايه؟ تاني يا شباب اسمعوا معايا، من افضل ايه؟ ان هو مثلا عايز مثلا يحرق دهون. ايوه، فهو عشان لازم لا لازم عشان يحرق دهون يخلص الجلايكوجين خش بعدها على الدهون ولا ايه يعني؟ لا ما هو ده، ما هو اول بص يا شباب ده خلص سؤالك يا علي. تمام، بص يا شباب عشان تبقوا عارفين، ده معتقد خاطئ ان انا لازم اخلص الجلايكوجين تماما واكمل في الدهون عشان اكمل على الدهون. ده معتقد خاطئ، انا ممكن انزل امشي بشده منخفضه انا كده بستخدم الدهون من اول دقيقه في الاداء. فلازم يوصل لنا المفهوم الصح، يعني انا مش لازم عشان استهلك من الدهون لازم اكمل نص ساعه واتعدى النص ساعه. احنا بنقول ليه يفضل ان النشاط يتعدى معاك نص ساعه؟ عشان لو انت جزء من استهلاك الطاقة عندك او انتاج الطاقة مبني على الجلايكوجين، فانا مهم جدا ان انا احاول ان انا ابعده وانحيه تماما عشان ابقى مطمن ان انا بستهلك تماما الدهون. انما انا ممكن ادي بشدة منخفضة اللي هي تقريبا بتتراوح حوالي اقل من 70%، يعني 60-65% شدة اداء، انا كده ممكن اشتغل وانا مطمن ان انا بستهلك دهون بشكل اكبر من الجلايكوجين. لو انا تعديت 70% شدة اداء، لا انا كده اعتمدت بشكل اكبر على الجلايكوجين وليس الدهون. مين بعده يا شباب؟ مين بعده يا شباب؟ بلاش الصوت بس يا شباب، وكله يسمع بس، اللي بس يعني يقفل المايك، ويا ريت فقط اللي عايز يسأل. احمد شوبك ادريس، عندك سؤال يا احمد افتح المايك واسأل، او احمد اشرف محمود. احمد اشرف محمود، ايوه يا دكتور، ايوه يا ريت اللي يسأل يبقى ينزل ايده يا شباب. انت ننزل ايده ولا اخليك؟ اتفضل يا احمد. ماشي، عايز اعرف يا دكتور يعني ايه مخزن الجلايكوجين تخلص؟ تمام، عايز تعرف ايه بالظبط؟ ايه عايز تعرف ايه؟ عيد السؤال يا احمد. مخزن الجلايكوجين تخلص؟ ايوه، مالها المخازن؟ ازاي بتفضل؟ مش عارف لما تعمل مجهود يعني بتفضل؟ طبعا شيء طبيعي. هو انت دلوقتي بصوا يا شباب، هل وانت بتأدي هل انت متوصل لك انابيب بتوصل لك مواد انتاج طاقه اول باول؟ شيء طبيعي. لا، فانت لما بتنزل تأدي اي نشاط او جهد بدني انت معتمد في الاساس على المخزون الداخلي، انت عندك مخزون لمواد انتاج الطاقه زي السياره اللي بتمشي وفيها شويه بنزين، هل انت اول باول متوصل من محطه البنزين بامدادات بنزين؟ لا، فانت بتمشي بناء على المخزون، بتستهلك من مخزونك. المخزون ده اللي هو في الكبد وفي العضلات، 60% من المخزون الجلايكوجين موجود في العضلات و40% في الكبد، اللي هو بيتراوح تقريبا من 350 ل 450 جرام جلايكوجين في الجسم كله. فانت كل ما بتأدي اداء بيعتمد على الجلايكوجين او الكربوهيدرات بصفه عامه،
فانت بتستهلك من مخزون الجلايكوجين. شيء طبيعي ان انت بعد ما تتوقف وتيجي تتناول وجباتك الغذائيه او تشرب مشروبات فيها سكريات، فانت بتحاول جسمك يحاول ان هو يعوض جزء من المخزون اللي فات. السؤال اللي بعده اسلام محمد رمضان، اتفضل يا اسلام. اسلام محمد رمضان، تمام. في حد تاني يا شباب؟ احمد سيد احمد علي خلاص سأل ولا لسه؟ ايوه يا دكتور، اتفضل. ايوه يا دكتور سامعني؟ ايوه. مين معايا؟ احمد. احمد سيد، اتفضل يا احمد. نعم. حضرتك قلت ان في حاجه في العضلات شبيهه الهيموجلوبين الدم كده، ايوه. حضرتك سمعتني؟ سامعك يا احمد، كمل. حضرتك قلت ان في حاجه في العضلات شبيهه الهيموجلوبين الدم، ايوه، بس انا مش فاكر الاسم ايه بالظبط، ممكن حد. الميوجلوبين، بصوا يا شباب، بصوا الاكسجين ده يا شباب ده زي البي بالظبط كده. يعني ايه زي البي؟ يعني دايما عايز وسيله مواصلات، مش اي وسيله مواصلات. في بعض الاحيان ممكن زميلك لو عنده عربيه هيعدي عليك الصبح ياخدك، تنزل تركب معاه تلاقي عربيته مش موديل حديث، تقول له لا مش راكب معاك. فنفس الموضوع الاكسجين بيعمل نفس القصه دي. الاكسجين عايز وسيله مواصلات معينه داخل الجسم. ايه وسيله المواصلات دي؟ حاجتين في الدم، حاجه اسمها الهيموجلوبين. الاكسجين لو ما شافش هيموجلوبين كافي في الدم، الناس اللي عندها الانيميا او فقر الدم ما يبتديش الدم يشيل كميه كافيه من الاكسجين. طيب نفس الموضوع، الدم ده لما يروح للعضلات عشان الاكسجين ينزل من المواصله اللي هو راكبها دي ويركب مواصله ثانيه داخل العضلات، لازم يلاقي حاجه مشابهه للهيموجلوبين بنفس المستوى. الحاجه دي اسمها مايوجلوبين. مايوجلوبين يعني ايه؟ نسبه المايو اللي هي الماسلز. فنفس تكوين الهيموجلوبين الموجود في الدم، الهيم اللي هو الدم يعني، او صبغه اللي موجوده في الدم، نفس تكوينها كده يشابه ليها حاجه ثانيه في العضلات اسمها المايوجلوبين، عشان تقدر تمتص الاكسجين من الدم ويبتدي العضلات تاخده بداخلها وتستفيد منه في انتاج الطاقه المختلفه. السؤال اللي بعد كده، مين تاني عاوز يسال؟ عبد الله مسلم عايز تسال، اتفضل يا عبد الله. عبد الله مسلم، اتفضل. ايوه، كنت عايز البي دي اف بتاع المحاضرات القديمه بس. ان شاء الله هكلم الدكتور عبد العزيز. الدكتور عبد العزيز اشتغل معاكم، انا هكلمه، واي محاضره انتم هتاخدوها سواء اللي فاتت او اللي جاي هنبقى نبعتها لكم اول باول ان شاء الله يا شباب. ماشي، شكرا. السؤال اللي بعده، عبد الرحمن حمدي، بعد اذن حضرتك. نعم، مين معايا؟ دكتور، انا عبد الرحمن معاك. طب في احمد صبحي ممكن اقول حاجه يا دكتور؟ طب لحظه يا احمد، بس عبد الرحمن يسال وبعدين اسال يا احمد. اتفضل يا عبد الرحمن. هو حضرتك بس يا دكتور حاجه بره المحاضره؟ لحظه، الصوت بس حضرتك بس. لا زال بيقطع، تقطيع الصوت في الغالب بيبقى من عندكم يا شباب، انا لانه بيطلع لي انا جوده الصوت هنا مفيش مشكله ولا الشبكه، ففي الغالب ممكن يكون من عندك. عبد الرحمن اسال يا عبد الرحمن. الداتا دكتور، انا عندي مراحل ظهور التعب، عندي ثلاث مراحل. ايوه ايوه، ومرحله الثبات ومرحله التعب. انا دلوقتي عايز افهم مرحله الثبات بس. تمام. مرحله الثبات عايز تسال عن ايه في مرحله الثبات بالظبط؟ المرحله بصفه عامه يعني بصفه عامه. مرحله الثبات دي يا شباب هي مرحله الاداء نفسه اللي هي الستيدي ستيت. دي المرحله احنا الوقت لما بنيجي ندخل اداء في البدايه بنطلع بشكل تدريجي، وده اللي بيساعدنا فيه عمليات الاحماء المختلفه. عشان كده دي اهميه الاحماء، انها تدخلك في المنافسه وانت جاهز، مش تاخد وقت تضيع ربع ساعه ولا تلت ساعه من المنافسه وانت لسه بتتهيئ، لا تدخل في تهيئه كامله. دي اهميه عمليات الاحماء. فانت بتدخل في المنافسه في افضل حالاتك، المده اللي انت بتقعدها في المنافسه محافظ على مستواك بنفس الشده بنفس القدره على الاداء، دي اللي احنا بنطلق عليها مرحله الثبات او الستيدي ستيت، اللي هي المرحله الثابته بقى، تفضل تادي بنفس المستوى الى ان يبتدي يحصل خلل، هبوط وقتي كده سلبي في الاداء، نقدر نقول كده ان احنا خرجنا من مرحله الثبات ودخلنا في مرحله التعب. طب هل ممكن نرجع لمرحله الثبات تاني؟ اه ممكن، لو اللاعب قلل من الشده اللي بيقوم بيها، لو اللاعب ابتدى ما يشتركش كتير في المنافسه مع زمايله وابتدى يقلل الشد على نفسه، ممكن بعد شويه يحصل له جزء من عمليات الاستشفاء ويرجع تاني في المرحله الثابته ويكمل الاداء ده. سريعا كده ملخص ايه موضوع المرحله الثابته.
تمام يا دكتور. احمد سيد بقى كان ده، احمد سيد كان عايز يسال ولا خلاص سال احمد سيد؟ احمد جمال افتح المايك واتكلم يا احمد. الصوت واضح كده يا دكتور؟ ايوه معاك يا احمد. طيب كنت بس عايز اعرف يا دكتور مكونات الهيموجلوبين وعلاقتها بالار بي سيز، تمام؟ ايوه. ونسب الهيموجلوبين في الدم بالنسبه للميل والفيميل. طيب تمام. بصوا يا شباب، بالنسبه لمكونات الهيموجلوبين عشان تبقى عارفين هو كله عباره عن بروتين. البروتينات هي العامل الاساسي لبناء مختلف خلايا جسم الانسان. فالهيموجلوبين ما هو الا بروتين. الناس اللي عندها فقر دم دايما الاطباء واحنا بننصح بان هم يتناولوا بروتينات، وخاصه بروتينات عاليه القيمه الغذائيه اللي هي اللي جايه من بروتينات حيوانيه. فالبروتين ما هو الا عباره عن هيموجلوبين. نسب البروتين بتختلف من السيدات عن الرجال، احنا بنتكلم في حوالي 16 في المتوسط بالنسبه للرجال. بالنسبه للسيدات في الغالب، في الغالب بتقل النسبه دي، يعني ممكن تلاقي 12 تلاقي 13 دي نسبه الهيموجلوبين لدى السيدات. طبعا لما بتقل النسبه دي في الناس اللي عندها نقص هيموجلوبين النسبه دي بتقل عن 10. بالنسبه للرجال لو قلت عن 14 او 13 يبقى كده عنده نقص في الهيموجلوبين. بالنسبه للاناث لو قلت عن 10 يبقى كده عندها نقص في الهيموجلوبين. علاجه الوحيد ان ياخد حديد كاحد الاملاح المعدنيه مع البروتينات. نخلي بالنا يا شباب ان عندنا اقل من 10 دقائق وهنقطع الاتصال وكده هنبقى قفلنا المحاضره. يعني ناخد سؤالين ثلاثه كمان ونستكفي بكده. عبد الرحمن احمد شاذلي اتفضل يا عبد الرحمن. ايوه يا دكتور معاك، معلش في واحد بس على الجروب بيسال، هو تقريبا هو مش عارف يفتح الصوت. مفيش مشكله. لما بيخلص نظام انتاج الطاقه ايه اللي بيحصل؟ يعني ما زي مثلا بتاع الجري بتاع المسافات الطويله. ايوه شوف يا شباب، مش حاجه اسمها نظام انتاج الطاقه خلص، هو دايما النظام بينتقل من نظام لاخر. بس طب النظام الهوائي اللي احنا بنقول عليه اخر نظام ده هنروح منه فين ده لو خلص؟ هو مش هيخلص. ليه مش هيخلص؟ لان مفيش حد بيفضل يأدي لحد ما يستهلك كل مخزون الدهون عنده. يا ريت كنا نقدر نعمل كده، كان الواحد نزل في تمرين واحد طويل شويه ورجع لوضعه الطبيعي بقى ونزل وبقى وزنه مثالي وكل حاجه. الكلام ده ما بيحصلش. الشخص نفسه بيتعب قبل ما بيكون استهلك ولو حتى نسب بسيطه من مخزون الدهون عنده. عشان كده الناس اللي هي بتعمل نشاط بدني بهدف انقاص الوزن او انقاص نسبه الدهون عندها بياخد مدة طويله جدا واوقات طويله بتعدي الشهور، يعني عشان انقص في الوزن على حساب الدهون. ليه؟ لان الجرام الواحد من الدهون بيديني طاقه عاليه جدا، بيديني في حدود 9.9 سعر حراري، وبالتالي الكميه دي هايله جدا في انتاج الطاقه تكفيني اظل مده طويله. علشان كده مش حد بيأدي لحد ما يخلص مخزون الدهون عنده يا شباب. فمش هيحصل ان مصادر انتاج الطاقه هتخلص، اللي هيحصل ان انت هيظهر عندك التعب ومخلفات التعب هتطلع عندك بشكل كبير وهتتوقف قبل ما تكون قدرت تعمل تخلص جزء كبير من مخزون الدهون. فعندناش مشكله من النقطه دي يعني. السؤال في حد عند تاني عنده سؤال يا شباب؟ في اي اسئله؟ طيب يعني اتمنى ان احنا النهارده نكون عملنا تجربه ممتازه من ناحيه المحاضره، وان يكون اغلبكم حاول يستفيد. طبعا وارد ان يحصل انقطاع في الخط، وارد ان في ناس مش سامعه صوت كويس او مش قادره. احنا هنحاول ان احنا نعوض الكلام ده بان احنا نبعت لكم نفس المحاضره دي على الواتس، وهنرفع كمان الفيديو الخاص بيها. واتمنى يا شباب زي ما اتفقنا ان احنا نكون استفدنا قدر الامكان وحققنا الهدف من احنا نعمل عمليه تعلم الكتروني كل واحد من البيت زي ما انتم شايفين. ان شاء الله انا متوقع ان ما يكون عندنا محاضره كمان الاسبوع الجاي هنبقى نعلن عنها، ان هيكون عندنا عدد ازيد، الناس تهتم اكثر بالحضور. اللي احنا بنعمله ده لمصلحتكم انتم في الاساس. طيب اتمنى ان انتم كنتوا استفدتوا، وان شاء الله نشوفكم في المحاضره. طيب دكتور هيثم بعد اذن حضرتك. نعم مطلوب يا دكتور. زي ما دكتور طيب دلوقتي حضرتك في الماده دي، طب والماده نعم. المواد الثانيه حضرتك انا اي مواد ثانيه عندنا كمان بس. 6 مواد غير ماده حضرتك دي. تمام يا شباب، انا اقدر اكلمكم على مواد خاصه بالقسم. لو انتم مثلا انتم عندكم مواد ايه ثانيه؟ اصابات. عندكم اصابات؟ عندنا تدليك يا دكتور. تدليك عندكم؟ تدليك. وعندكم ايه كمان؟ فسيولوجي. فسيولوجيا تدريب ولا فسيولوجي ايه بالظبط؟ طيب بصوا يا شباب، خلاص فسيولوجيا تدريب الاكلينيكي.
فسيولوجيا التدريب الكلينيكي سنه رابعه ولا سنه ثالثه يا شباب؟ رابعه. رابعه استاذ رابعه يا دكتور. طيب تمام. بصوا يا شباب احنا في الاقسام العلميه بنحاول ان احنا نتواصل مع اعضاء التدريس بحيث مش الكل ممكن ندخل في محاضرات زي كده او ان احنا نقدر ان احنا يتواصل معاكم مثلا